بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتكلم تحت العنوان Adjusting Slide Properties. السلايد بروبرتيز يا جماعة بنسميها كده خصائص السلايد أو السلايد اللي أنا واقف عليها. يعني أنا مش واقف على سلايد، فالسلايد بروبرتيز بتاعي بيقول لي إن هو سيلكشن، اعملي سيلكشن على سلايد معينة عشان أنا أظهر لك البروبرتيز بتاعتها. جاست لو أنا ضغطت على السلايد ديت هيفتح لي الخصائص بتاعت السلايد ديت، لو أنا وقفت هنا يفتح الخصائص بتاعت السلايد ديت، وقفت على أي سلايد بيفتح الخصائص بتاعتها. هي دي اسمها السلايد بروبرتيز. إيه هي البروبرتيز؟ أول حاجة بيكون مكتوب عبارة عن إيه؟ اسم السلايد، وبعدين سلايد advances when revisiting، وبعدين السلايد نافيجيشن كنترولز، وبعدين البلاير فيتشرز. دولت البروبرتيز. في الاول كده السلايد بروبرتيز ديت يا جماعه لو انا كنت موجود في الستوري فيو فبجيبها من البانل اللي هو تحت التريجرز. طب لو انا كنت موجود في السلايد اروح عند البيز لاير واروح ضغط على رمز الجير ده او الترس ديت، هلاقي نفس الكلام سلايد ادفانسنس وين ريفيزيتنج والكلام ديت. هي تمام. دولت الطرق اللي بجيب بيهم ايه السلايد بروبرتيز بتاعت السلايد اللي انا واقف عليها. خلونا نروح للستوري فيو ونحاول نفصل السلايدز ديت. اول حاجه يا جماعه بيكون عباره عن هوين، بيكون عباره عن سلايد ادفانسز. يعني ايه الادفانسز ديت يا جماعه؟ لما تتقدم السلايد، يعني السلايد تتقدم ازاي وانت عندك حاجتين اتنين، اما انها تكون باي يوزر ان اليوزر يبتدي يختارها هي اور اوتوماتيكالي. الفرق ما بين الاثنين ببساطه خلوني اخليها اوتوماتيكالي كده بالنسبه للسلايد ديت، ولو نزلت تحت واخليها اوتوماتيكالي، لو نزلت تحت خليها اوتوماتيكالي. قصاد كل واحده يا جماعه او اول ما اقف انا هتلاقي اثنين تريجرز. السهم ده يا جماعه للدلاله على مين؟ الدلاله على التريجرز. هو البرنامج يا جماعه بيشتغل بشكل خطي، يعني على حسب ترتيب السلايدز هو بيبتدي يدرج لك تريجرز. يعني انت ادرجت السلايد رقم واحد وعملت مثلا سلايد تحت منها، فبيروح اوتوماتيكالي يروح مخلي لك ان الاولانيه ديت عباره عن اول شريحه، والثانيه بتكون عباره عن لما اليوزر يضغط نيكست. فاهمين الفكره؟ فده باني اقول والله دي بتتقدم بشكل اوتوماتيكالي، يعني على حسب ترتيبها في الخط الزمني بتاع البرنامج. في حين اني انا لو شلت اوتوماتيك ادي الاثنين تريجرز يا جماعه، حتى بتلاقيه هو اوتوماتيكالي ضايف لك عندي اني اول تريجر في نيكست وبريفست عشان الزرارين. التريجر الثانية لو انا وقفت هنا هلاقي اني عندي ثلاثة تريجر يا جماعة، نيكست ونيكست مرة تاني وبريفيوس، او انا عندي اكتر من تريجر لللاير ديت. طيب لو انا خليتها باي يوزر هيشيل لي التريجر، لو انا خليتها باي يوزر يا جماعه هيشيل لي التريجر. نفس الفكره لو انا خليت ديت باي يوزر، يعني اليوزر هو اللي يضغط على نيكست ف يروح يشيل لك واحده من التريجرز ويخلي لك مين؟ ويخلي لك تريجر واحده بس. تمام. ده بالنسبه للفرق ما بين الاثنين دولت. طيب اوكي، ده جانب. الجانب التاني يا جماعه بيكون عباره عن وين ريفيزيتنج، لما انت تيجي تزور اللاير السلايد بتاعك مره تاني. بمعنى ايه يا جماعه؟ طيب انا واقف على اول لاير ديت واروح للسلايد فيو وحاطط فيها ملف الفيديو يا جماعه مدته تقريبا 10 ثواني، وانا قلت له وين ريفيزيتنج انا عندي ثلاث حاجات: ريزيوم سيفد ستيت، يعني احفظ لي اخر تعديلات كان اليوزر بيتعامل معاها، وريسيت تو انيشال ستيت، خلي لي اعمل لي ريستارتنج لكل الاعدادات كان الشريحه تتعرض لاول مره، ولا اوتوماتيكالي ديسايد قرر انت برنامج زي ما انت عايز. الفرق ما بين الثلاثه بمنتهى البساطه، ريزيوم ده يا جماعه بيحاول يكمل على نفس الاعدادات اللي كان واقف عليها اليوزر قبل كده. بمعنى لو انا مثلا خليتها ريزيوم وعملت اوكي ورحت عامل بريفيو للسنس ده والفيديو يا جماعه مثلا لغايه الثانيه 3 و 4 ورحت عامل نيكست تمام، ورحت راجع بريفياس هلاقيه يكمل لي من بعد الثانيه 4 وما بيجيش الفيديو من الاول. ده اللي انا كنت بقوله يا جماعه في القصه بتاعت والله ديت ريزيوم كمل على نفسها، حتى لو يعني لو اليوزر سابها ورجع لها تاني يكمل على نفس النقطه اللي سابها منها. ولو انا كنت قلت له ريسيت، طيب لا الوضع مش هيبقى كده، انا عايزه يبقى ريستارتنج كل شويه، كل ما يسيبها ويرجع لها تاني تبتدي من اول وجديد. اهو انا وقفت عند الثانيه مثلا 3 عملت نيكست تو بريفيوس هيبتدي من اول ثانيه 1 وجديد وهكذا. الجانب الثالث يا جماعه ده يتخص ب اوتوماتيكالي ديسايد، البرنامج هو اللي بيبتدي يحدد بناء على الاوبجكتس اللي موجوده جوه اللاير، هو اللي بيحدد بقى انت لو حاطط مثلا انتراكتيف وحاطط بوتونز وحاطط كلام زي كده
فهو هيخلي لك ايه، هيحفظ لك بقى الاعدادات بتاعت اليوزر وهيكمل لك عليها. لا انت المحتوى بتاعك ما فيهوش انتر اكتف وكده ومحتوى بسيط، خلاص هو هيبتدي ايه يعمل لك كل شويه ريسيت للانيشال ستيت. ده جانب. الجانب بتاعت يا جماعه كان خاص بالسلايد نافيجيشن كنترولز. انت عندك نيكست وعندك بريفيوس وعندك سبميت. السبميت يا جماعه ديت احنا بنحتاجها لما نيجي نعمل سبميشن، مثلا لما نيجي نعمل كويز ونسلم الاسئله، فديت مش هنتكلموا عنها دلوقتي. النيكست والبريفيوس دول خاصين بالسابق والتالي. فانا لو شلت مثلا نيكست وبريفيوس وانا موجود على اول سير شفته اوتوماتيك شال لي التريجر. لو انا حطيت نيكست هينزل لي التريجر بتاع نيكست. لو انا حطيت بريفيوس وصلت نيكست، طب ما دي اول شريحه ما فيش بريفيوس ليها. لو انا حطيت نيكست بس مش مهم، تمام. ده اللي انا نقصد نقوله. طب خلينا نعمل اوكي كده ونبتدي نعمل بريفيو للمشهد دايت. فهلاقي ان المشهد دايت يا جماعه اوله دايركتلي على طول في نيكست، ما عنديش بريفيوس لاني انا مش عملت كنترول في النيكست. لو عملت نيكست هلاقي نيكست وبريفيوس، لو عملت نيكست هلاقي نيكست وبريفيوس. دايت الافتراضي بتاعه، تمام، لان في كل واحده من دولت انا قلت له فيها انا عايز نيكست بس. اللاير دايت انا قلت له فيها انا عايز يا جماعه نيكست وبريفيوس. خليني اشوف اشيل نيكست وبريفيوس هيشيل لي التريجرز. لو انا رحت مثلا لشريحه رقم 3 وقلت له برضه نفس المشهد، انا مش عايز نيكست ولا بريفيوس، وعملت اوكي ورحت عامل بريفيو السنس دايت، تمام، هلاقي ان اول شريحه بس هي اللي فيها ايه المفروض، يعني اول شريحه بس هي فيها نيكست. لو عملت نيكست هلاقي ان الشريحه الثانيه ما فيهاش ولا نيكست ولا بريفيوس. فاعمل ايه؟ اروح للكونتنت، اروح للبار اللي هو كان خاص بالمنيو عشان انا اعرف ابدل ما بين الشرايح بتاعي. ديت كان الجانب الخاص بين البلايرز، تمام. اوكي خلونا طيب نروح للجانب الاخير اللي هو كان خاص بالبلاير فيتشرز او الخصائص الخاصه بالبلاير. ديت البلاير ديفولت لو انا فتحتها الاقي اني ممكن اعمل كاستمايزيشن. في كاستمايزيشن انت بتحاول تتحكم في مين، في البلاير اللي هو بيعرض لك الشريحه بتاعتك اللي هو العارض اللي من بره. يا جماعه انت عايز المنيو، لو انا شلت المنيو مثلا وشلت الريسورسز وعملت اوكي وجرب كده تعمل بريفيو للسنس بتاعك، مش هتلاقي ولا منيو ولا ريسورسز. يعني اهو او المفروض ان انا كنت واقف على إيه؟ انا عملت القصه ديت في انه شريحه مش متاكد، في الشريحه الثانيه او الثالثه. اللي عملت القصه ديت في الشريحه الثالثه، ففي الشريحه الثالثه راح اهو خلى لي شريحه في ملء ده البلاير. يا جماعه خلى لي شريحه في وسط البلاير وشال لي الريسورسز اللي هم كانوا موجودين في الشريحه اللي فاتت، تمام، اللي هي كانت في اول شريحه يعني. طب خلينا نروح لاول شريحه ونقول له والله نفس المشهد، انا عايز اعمل كاستوم لكن عايز اظهر الكود اللي بقى، واعمل اوكي اروح اعمل بريفيو للسنس. وانا انا عملت حاجات كده في اول شريحه، شغلي كان على اول شريحه. فهو في اول شريحه راح حاطط لي المنيو زي ما هي، وحاطط لي الجلوساري، وحاطط لي الكلمه والتعريف، وراح حاطط لي النوتس لو انت عايز تكتب نوتس، وحاطط لي انتايتل اسم الشريحه وريسورسز ونيكست، وحاطط لي بقى السيك بتاع المحتوى بتاع السلايد. وممكن كل شويه القصه دي دول عباره عن الكنترولز الافتراضيين للبلاير او المشغل اللي انت او المتعلم بيبتدي يتعامل معاه في السلايد على مدار التعامل مع البرمجيه بتاعته. بالظبط اللي هي ايه مثلا ازرار التحكم بالتوجيه والوسائل اللي بتدي له الابيليتي ان هو يتحكم فين في البرمجيه بتاعتك. ده يا جماعه بخصوص الجانب الخاص بالسلايد بروبرتيز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.